قال وكيل الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور خالد أحمد حسن إنه تم تفعيل المنصة الإلكترونية لطلب الذبائح إلكترونيا، وذلك بعد توقيع اتفاقية بين المسالخ المعتمدة لدى وكالة الثروة الحيوانية في الوزارة وشركة طلبات. وأوضح وكيل الثروة الحيوانية أن الاتفاقية تنص على توفير منصة إلكترونية يستطيع من خلالها المواطن أو المقيم طلب الذبائح إلكترونيا وتوصيلها من المسالخ المعتمدة لدى الوكالة إلى منازل المواطنين والمقيمين حفاظا على سلامتهم في الظروف الراهنة ومنع الذبح العشوائي وضمان نقل الذبائح في سيارات مخصصة لهذا الشأن.